احنا لما اتكلمنا على الواجبات المدرسية من 4 سنين تقريبا، كان العدد المستهدف عدد معين يا دكتور. لما اشتغلت انت قلت لي احنا لقينا نفسنا السنة اللي فاتت زدنا 2 مليون من 13.5 مليون طالب ل 15.5 مليون. طيب والمدارس زادت من 31 ألف مدرسة ل 33 ألف مدرسة، وممكن العدد يزيد عن كده، ممكن العدد يزيد عن كده. ونفس الكلام انا بقوله لك دلوقتي. بالمناسبه الكميه او الـ الـ المشروع بالطريقه ديت هيغطي مش نسبه كبيره من العدد السكان، لان في شركات قطاع خاص شغاله 12 شركه فندم شغالين معانا وشغالين بس احنا بنتكلم على ان احنا اذا كنا بنحقق عايزين نحقق توازن في اسعار المنتجات اللي هي الاغذيه بالذات لكل المواطنين بكل شرائحها، فاحنا محتاجين يكون عندنا عدد اكبر من الكميات المطروحه ديت، وده امر درسوه. حاضر. بس احنا بنقول كده ليه؟ لان انت النهارده لما بتلاقي مثلا في نقص او معروض، نقص معروض في وقت معين، فالنقص ده لو كان في عندنا منتجات، المنتجات دي بتقعد بالشهور في المحفوظه ما فيش فيها مشكله ومعموله طبقا، واحنا دايما واحنا بنتكلم بنقول ان اي حاجه هتتعمل هتتعمل طبقا لمعايير الصحه العالميه وسلامه الغذاء، مش كده؟ وهي سلامه الغذاء، فده موضوع ما فيش فيه كلام. يعني حتى الشركات اللي داخله في التغذيه المدرسيه، عشان الكلام بقوله لكل الناس تسمعوا معانا، معمول حساب ان لا يمكن الشركه دي بيتم اقرارها ويتم التعاقد معاها الا اذا كانت سلامه الغذاء تقر بان هي حققت المعايير.